على كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، الصداق المسمى بيننا وعلى الصداق المسمى بيننا، آجله وعاجله، آجله وعاجله، والشهود حضور على ذلك، والشهود حضور على ذلك، والله خير شاهدا ووكيل. والله خير شاهدا ووكيل. ها قول ورايا يا شيخ حسن: إني استخرت الله العظيم، إني استخرت الله العظيم، وقبلت الزواج منك، وقبلت الزواج منك، على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى الصداق المسمى بيننا آجله وعاجله، وعلى الصداق المسمى بيننا آجله وعاجله، والحضور شهود على ذلك، والحضور شهود على ذلك، والله خير شاهدا ووكيل، والله خير شاهدا ووكيل. ألف مبروك. الله يبارك فيك. مبروك. تفضلي لو سمحتي من هنا. أمضي فين؟ تفضلي. توقيعك يا شيخ. ألف مبروك. تفضلوا يا جماعة، ده رز بلبن من اللي وصى عليه لقمان. تفضل. تفضل يا مولانا. تسلم إيدك من يد الأعدام. بسم الله الرحمن الرحيم. بقول يا شيخ حسن، استأذننا بقى. طيب استناني يا مولانا، انا جاي معاك. تحت امرك. السلام عليكم. اتفضل. الف مبروك يا سيدي. الله يبارك فيك يا رب. معلش يا حبيبتي، انا هنزل اوصله عشان انا منزله من بيته وهو تعبان، مش هتاخر عليك. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، فلندعو لهما جميعا. اللهم بارك لهما. آمين. اللهم بارك عليهما. آمين. اللهم اجمع بينهما في الحلال. آمين. ألف مبروك يا عروسة. الله يبارك فيك. ألف مبروك يا شيخ حسن. الله يبارك فيك يا مولانا. وتتفضلوا. إيه ده يا شيخ حسن؟ رز بلبن برضه من اللي وصى عليه لقمان؟ لا المرة دي عاشور. وماله يا سيدي؟ كلها نعم ربنا. بقول لك يا شيخ حسن، أنا عايزك تعدل ما بين العاشورة وبين الرز ابو لبن، يعني معلقه من هنا ومعلقه من هنا، مش معلقه من هنا ومغرفه من هناك. والله دمك زي العسل. طيب استاذن انا بقى. طب استناني يا مولانا، انا هنزل اوصل حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. توصل مين بقى يا حسن؟ بقول لك الراجل نازل مخصوص عشان يكتب لنا، فمش معقوله يعني يسيبه يروح لوحده. نزل مخصوص ايه؟ ما هو يروح لوحده، يعني معقوله توصله وتسيبني انا؟ مسافه السكه وراجع، بعدين احنا اتجوزنا قبل كده، انت ليه بتتعاملي يعني على اساس ان هي ليله الدخله؟ انا مش فاهمه يعني اللي انت بتعمله ده اسمه ايه؟ ده اسمه ذوق وواجب. الراجل جالنا مخصوص من اخر الدنيا. جاي من اخر الدنيا يعني؟ جاي مسافر تقوم تنزل تسيب عروستك يوم فرحك؟ بيان، بعد العيد ما يفتلش كحك. ايه ده يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده يا حسن؟ يعني احنا اتجوزنا قبل كده، وده بس اشهار وتعليق الجواب، فتصرفي عادي يعني وما تقوليش ان ده يوم جوازنا كده يا حسن. ما تزعليش يا قلب حسن، انا هنزل بقى عشان الناس مستنيه تحت، ولا ترضي يقول على جوزك قليل ذوق؟ لا طبعا كلك ذوق. حسن انت بتلبس؟ اه. ده لبس خروج؟ ايوه. مش مصدقك يا حسن، سايبني وخارج بعد اول يومين جواز؟ يا حبيبتي لازم تعرفي في الاول ان احنا مش متجوزين جواز تقليدي، عشان تقعدي تقولي لي بقالنا يومين وازاي تنزل والكلام ده. ثانيا يا روح قلبي، انت متجوزه راجل داعيه، يعني زي الدكتور، ماليش مواعيد شغل. يعني ايه؟ يعني انا مش ملكك لوحدك ولا بتاعك لوحدي، انا بتاع ربنا. وربنا بقى قال لك تسيب مراتك في نص الليل؟ ربنا قال للزوجه ان هي تطيع جوزها عشان طاعتك ليا هي اللي هتدخلك الجنه في الاخره. انا عايزه ادخل جنتك في الدنيا قبل ما ادخل جنه ربنا في الاخره يا حسن. يعني ايه يا خوخه؟ انا عايزه اتهنى بيك يا حسن. خوخه لازم تعرفي كويس ان انا متجوز الدعوه. وانا ماليش دعوه، انا مراتك وليا حق عليك. طيب انا نازل دلوقتي، عايزه حاجه؟ نازل رايح فين؟ نازل عندي درس. درس الساعه 11 بالليل يا مولانا؟ اه 11 بالليل بعد قيام الليل والتهجد. السلام عليكم. حبيبي حمد الله على السلامة، وحشتني. وانت برضو وحشتيني قوي، بس الله عليك اللي انت عاملاه ده. ايه رأيك؟ عجبتك؟ اللي عجب
اللي انت عاملاه ده يعجب البشوات. انا بس قلت يا حسن ان احنا بقالنا كتير ما قعدناش قعده رومانسيه كده مع بعض، قلت اعمل لك مفاجاه. والله صدقيني احلى مفاجاه، بس على شرط كل يوم من ده. لا كل يوم مش هينفع بقى، انا كل يوم اروح للكوافير وتكلفه اوفر يعني. وماله طيب. وبعدين حاجه تانية، علشان بس ما تحسش ان انت قمر كده وانا هموت عليك فتروح عينك رايحه على واحده تانية وكده وتزوغ. هو بذمتك حد يبقى عنده القمر ده يبص لحد تاني؟ حسن انت كده بتكسبني. بس قولي هنا انت اتاخرت ليه بقى؟ على فكره انا كنت هموت من الجوع. معلش يا حبيبتي، اصل النهارده كان عندي شغل كتير قوي وفتاوى كتير قوي، بس انا ما صدقت اخلص وجيت لك جري على طول. فتاوى؟ والفتاوى دي بقى كانت للستات، اوعى تكون بصيت لحد فيهم. لا طبعا حاشا لله. طب في حد بص لك؟ ما خدتش بالي صراحه. مش عارفه ليه حسن، مش مصدقك. هو انا عمري كدبت عليكي؟ لا يا حسن بجد عمرك ما كدبت عليا. طيب يبقى خلاص. يعني بتحبني بجد يا حسن؟ ده انا بموت في التراب اللي انت بتمشي عليه. ايه الكلام الحلو ده؟ تسلم لي يا رب. تسلمي لي انت يا احلى زوجه في الدنيا دي كلها. يا حبيبي بقولك ايه يا حسن؟ تقوم تغير هدومك ولا ناكل على طول؟ لا بصي احنا هناكل على طول، بس على شرط. انا النهارده مش همد ايدي في الاكل، انت هتاكليني الاكل. بجد؟ طب ليه؟ عشان كده هيبقى طعم الاكل احلى من ايدك. يا حبيبي انا بصي يا حبيبي انا كل يوم هعمل لك مفاجاه فظيعه دي، مش مهم اكلف نفسي واروح عند الكوافير مش عادي يعني، بس علشان اسمع الكلام الفظيع ده. عارفه ايه احلى مفاجاه في الدنيا دي؟ ايه يا حبيبي؟ انت انت احلى مفاجاه في الدنيا كان ربنا تخبيها لي. انا بحبك قوي يا حسن. وانا بموت فيكي يا روح قلب وعقل حسن. مش هناكل بقى؟ يلا. اخا انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه بتعمل ايه هنا يا شيخ حسن؟ بتدي درس الدين ولا معتكف في شقه مفروشه؟ انزلي انت دلوقتي وانا هحصنك وافهمك على كل حاجه. طب مش تقولي اتفضلي، مش اكرام الضيف واجب برضو ولا ايه؟ انا مش ضيفه، ده انا مراتك. اوعى ما تهدي شويه ووطي صوتك. ليه وطي صوتي ليه؟ خايف من ايه؟ احنا اتفقنا ان الجواز ده يفضل سر، وانت كده هتخلي الجيران تعرف. جيران؟ انا هخلي الدنيا كلها تسمع، انا هفضحك في كل حته. يا خوخه استهدي بالله ويلا ننزل وانا هحكي لك على كل اللي انت عايزاه. لا ننزل فين؟ ده انا عندي كلام كتير قوي عايزه اقوله. اصل عايزه افتوى النبي يا شيخ حسن، هو ايه بقى حكم الدين في عقاب الشيخ الزاني؟ تصدق ان انا مش هرد عليكي، لان الكلام ده ما يتردش عليه اصلا. ظهر ان انت اتجننتي. تصدق ان انت خساره حتى تدفن في وشك؟ فين الجربوعه بتاعتك؟ فين الجربوعه الزباله بتاعتك؟ هي فين؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت علي صوتك كده ليه؟ انت مش عارفه ان البيت ده ليه اصوله؟ اصول؟ اصول يا عره يا زباله يا المامه. قلت لك ما تهدي بقى يا خوخه وانا هفهمك على كل حاجه. فهمني ايه؟ ما فهمت خلاص. فهمت هي ضربك تحجيبه وقاعده على المكتب وانت ضارب السبحه والدقن وكذب في كذب في كذب. احترمي نفسك وشوفي انت بتكلمي مين. انا مش راضيه ارد عليك عشان حسنتي واقف. حسنتي؟ ما اسمك حسنتي؟ يا عيرة الرجالة! اسكتي انت يا بيان، وانت بقى انا هفهمك على كل حاجة واحنا مروحين. ايه؟ روح يا حبيبي واحنا لسه قعدنا مع بعض زي كل مرة. كل مرة؟ انت بتاخدني بقالك قد ايه يا حسن؟ بيان قلت لك بطلي استفزاز بقى. الله! ليه يا حسن؟ ليه يا حسن انا قصرت معاك في ايه؟ دي؟ دي يا حسن؟ ليه؟ ده انا حبيتك واديتك كل حاجة، كل حاجة يا حسن! يا جماعه بس كده عيب ما يصحش. يصحش؟ وهو ده اللي صح؟ هو ده اللي صح يا شيخ بتاع ربنا اللي ما بتعرفش ربنا؟ بت اطلعي بره بسرعه بدل ما اعرفك مقامك ورجعك لاصلك الواطي. واطي؟ واطي يا بنت الواطيه والنبي اوريكي. تعالي هنا يلا. يا نهار اسود انت قتلتيها.